على فكره انا كنت متوقع انك تحلل القصه بهذا الشكل الخرندعي اللي هلا حللته وتظلمني فيه. عظيم، انا بتمنى انه يكون تحليلي غلط. قل لي شو الصح. ليك ماكسيم، برجع وبقول لك انا مستحيل اني احط رهف بموقف الزوجه المخدوعه. مستحيل فكر اني اصلا خونه ولا باي شكل من الاشكال يا رجل. وهذا السبب الاساسي اللي مخليني هلا مجتمع انا وياك. حلو كتير، بس طلاسم ما عم بفهم شي. خيو، انا ورهف من اول ما تزوجنا اتفقنا بانه اي حدا فينا بيحس بانه التاني بطل يعني له بشي او بيحس انه مشاعره خفت اتجاهه بيجي وبيقول، وبكل حضاره وشفافيه بنفترق وبنضل اصدقاء. يعني انتو متفقين من قبل ما تعملوا علاقه انه هيك تكون النهايه؟ ما شاء الله، عن جد شيء بفائد. المشكلة بتركيبتنا نحن البشر. من أول ما بنخلق بتضل عم بتدور على إنه شو هو الشيء اللي ممكن تحبه، شو هو الشيء اللي ممكن يكون مركز اهتمامك ومتعك بالحياة عن جد. وبتصير تتخبط يمين وشمال وخود بعد جهد جهيد لحتى تلاقيه، وبتلاقيه بالأخير. بس إنه إمتى؟ بعد ما بيكون راح الوقت. فيك تحدد لي أكثر؟ ماكسيم، أنا ما عم حس بطعن أي شيء مع رهف. إيه، صدقني، وبدونه هذا رياكشن الشك اللي عامله على وشك. لهيك أنا قررت إنه نفذ الوعد اللي قطعناه من زمان وخبرها بهالشيء، ولقيت أفضل وقت مناسب لحتى نفترق هو اليوم. إيه، بكل حضارة بخبرها وبنضل أصدقاء وكل واحد بيروح بحاله. يشرفك، أنت من كل عقلك عم تحكي؟ إيه، من كل عقلي. شوف شو الخطة. أنا اليوم عم فكر إني أعمل عشاء بالبيت عندي، يكون هيك عشاء يعني رومانسي كتير وفاخر. وببساطة رح جيبها لرهف وقول لها كل هذا الحكي اللي قلت لك إياه بوجوبك. إذا أنت ورهف تكون تتعشوا وتتطلقوا، أنا شو لزومي معكم؟ ضروري، وضروري كتير كمان. ماكسيم، انت رح تكون بمثابة صمام امان لأي طارئ ممكن يصير. يعني ما بتعرف، انهيار عصبي، صريخ، يصير لها شيء للبنت، انا بصراحة ماني ضمان ردة فعلها ابدا. وتخيل انه وجودك رح يخفف من حدة الموقف. ما بعرف، عن جد ما بعرف شو ممكن جاوبك. خلص ماكسيم، خلص اخي، ما بدي تجاوب. انا متوتر كثير يا زلمه، صار لي قديش عم حاول اني افتح مع الموضوع وما عم يمشي الحال. المهم، رهف هلا راحت لعند اهلها شي 3 ايام بعد ما خلصت هذا العرض المسرح الاخير اللي عملته، واليوم اتصلت فيي وقالت لي انه جاي المساء. عم تقول لي عشاء رومانسي؟ انت سامع حالك شو عم تحكي؟ ما بعرف، بس عم احسها قاسيه كثير. يعني بالرغم من الشكل المزخرف والحنون تبعها، بس قاسيه. مثل اللي عم بيقول لك انه بجيب لك على الغداء صباط بس بصحن نظيف وشوكه وسكين ومنديل معطر. ماكسيم، من شان الله بوس ايدك توقف معي بس بهالمحنة، ما بنسى لك اياها يا اخي. هاي المحنة انت اللي عاملها لحالك. بعدين نسيان انه رهف رفيقتي قبل ما تكون مرتك؟ يعني شو موقفي وانا فايت معك؟ والله لا تفكرني مشارك بالقصة. صدقني ماكسيم، وجودك رح يكون لصالحها أكثر ما يكون لصالحي. شو قلت؟ معناتها يلا بوش نعرف. شرف علمون.